مرحبا بكم متتبعي شركة بي اس تي على اليوتيوب. اليوم نقوم بشحن 3 آلات حفر من نوع جي بي يو 22000 وجي بي يو 80000 وجي بي يو 60000. الأولى تحفر إلى 100 متر، والثانية تحفر إلى 150 متر، والثالثة إلى 200 متر. الآلات كل الآلات مع كل المستلزمات من أعمدة الحفر ورؤوس الحفر ومدخة الطين أو الموتور بومب وقطع الغيار للآلة وللنظام الهيدرولوجي. هذه الحاوية هي الرابع حاوية نقوم بشحنها في العرض الخاص بشهر أبريل شهر 4. هذه الحاوية تتجه إلى ميناء دكار لثلاث زبائن من بلد السنغال. الآلة مع كل المستلزمات كما قلنا، شركة بي اس تي تقوم بكل المستلزمات بداية من تصنيع الآلة ثم تجريب الآلة في أرض الواقع، بعد ذلك نقوم بشحن الآلة إلى ميناء بلدك. لمزيد من المعلومات اتصلوا بي معكم سعد داودي على الواتساب +7 922 708 05 55 أو على الإيميل bst.saddaoudi@gmail.com. ولا تنسوا شركة بي اس تي تعينكم على جني الأرباح انطلاقا من الثروات الباطنية. Why